صباح الخير، انا دكتور محمد نجم، استشاري امراض الكبد والجهاز الهضمي والامراض المعديه، جامعه القاهره وجامعه نيو جيزه. الحقيقه ان النهارده احب اتكلم مع حضراتكم على موضوع اكيوت اتش سي في. الحقيقه ان موضوع اكيوت اتش سي في ده يعني ديبيتابل جدا، ولكن بدا يطلع كلام جديد في الجايد لاينز، يمكن موجود بقاله فتره ولكن يمكن تطبيقه هو اللي بيكون مزعج شويه او بيلخبط بعض الناس شويه. هي الفكره كلها ان ازاي احنا هنديتكت عيان عنده اكيوت اتش سي في. تمام، احنا مش زي الهيباتيتس بي، ما عندناش مثلا اتش بي في اي جي ام فهنقول اه والله ده دلوقتي عنده اكيوت انفكشن، ما فيش كده في الاتش سي في. فهو لازم انا اكون عارف غالبا ان العيان ده ما كانش عنده اتش سي في وفي سسبشن ان في اتش سي في، ودلوقتي تاكدت بالار ان اي ان هو بوزيتيف. فبالتالي ده في معظم الاحيان بيحصل مع الهيلث كير وركرز، ده اغلب الناس. فبيكون دكتور عاده الجراحين او الناس اللي بتشتغل اي حاجه انترفنشنال هم اللي بيقول والله انا تعرضت لشكه مثلا جرح او وات ايفر او جه عليا دم وانا كنت نيجاتيف ودلوقتي انا بقيت بوزيتيف، عرفت ان انا بوزيتيف. فبيبدا هنا بقى الديبيت، هل هنعالجه ولا ما نعالجوش. الفكره في الحكايه دي ايه؟ الفكره ان الكليرنس بتاع الاتش سي في يختلف عن الاتش بي في. احنا عندنا في الاتش بي في احنا عندنا فيري هاي بروبابيلتي ان العيان هيكلير الانفكشن، ولكن الاتش سي في الموضوع يختلف عن كده، فغالبا هو مش هيقدر يكلير الانفكشن. النقطه الثانيه ان غالبا اللي جاله اكيوت انفكشن ده حد هيلث كير وركر، فالهيلث كير وركر ده شخص هو معرض انه يعدي الناس الثانيه، فلذلك علاجه الحقيقه ان هو شيء مفيد. كان زمان في عهد الانترفيرون مفيش حاجه اسمها ان احنا نعالج عيان باكيوت اتش سي في، ولكن دلوقتي مع الدي ايز دايركت اكتنج انتي فايرلز لا احنا ممكن نعالج. تمام، لو احنا شايفين في داعي لكده. طبعا القرار فيه ما بيكونش قرار سهل جدا، بيحتاج يعني انفستيجيشنز كويسه اتاكد فعلا ان هو في اكيوت انفكشن. هل العيان هيكون عنده هاي بروبابيلتي ان هو ترانسميت ال اتش سي في لحد تاني ولا لا؟ ولكن في الجايد لاينز قالوا ان احنا ممكن نعالج ممكن 8 اسابيع بالدايركت اكتنج انتي فايرلز زي الرجمن اللي احنا حتى بنستخدمه هنا في مصر اللي هو السوفوسبوفير والداكلاتازفير، وعاده العيان بيأتشيف السستين فيرولوجيكال ريسبونس. ولكن مره تانية هو الفكره كلها انا مين العيان اللي فعلا انا متاكد ان ده عنده اكيوت انفكشن، وارد ان انا اسيبه وبعد كده اعالجه زي اي عيان عادي، لان الحمد لله السكسس ريت بتاع الدايركت اكتنج انتي فايرلز كويس جدا ممتاز. فانا حتى لو سبته وعالجته بعد كده مفيش مشكله، لكن هل وارد اعالجه وهو از ان اكيوت انفكشن بيشنت؟ اه بقى وارد، ولكن يبقى ان برضه مفيش ضرر لو انا صبرت شويه وعالجته عادي. لذلك ارجو ان لو في عيان في شك يفحص جيدا، يكون عندي دوكيومنت ان العيان ما كانش عنده اتش سي في، ويفضل ان اللي يعمل كده يكون حد يعني اكسبرت هيباتولوجيست اكسبرت في التريتمنت بتاع الاتش سي في. شكرا لحضراتكم.